مرحبا شباب، يعطيكم العافية. الفيديو السابع من سلسلة تختيم لعبة Elden Ring. هالمرة معانا ضيف جديد اللي هو أخوي عبد الرحمن. أخوي عبد الرحمن مو ضيف جديد، أخوي معانا من أول ست حلقات. أنا اللي ضيف جديد. لحظة خليك. معانا الأستاذ محمد سعادة. محمد سعادة صار لي ثلاث أيام بترجاه يدخل معانا بس كان مش فاضي، كان قاعد بتبهدل من واحد من الزعماء. والله في زعيم بهدلني. فبهدلوا كثير لغاية ما اليوم ما شايفين كيف هيك منفرجة أساريره. ما شاء الله الابتسامة من ذنين، من ذان لذان. طبعا من ذنين حتى الجراب لابسه بالشقلوب. كمل. فهو معانا وشايف الشاشة شير بلاي، وراح نكمل الحلقة معاه من باب انه هيك نفتح سوالف ونتسلى في الطريق. طبعا كان في وحش هون، كان في انفيد في نهاية الحلقة الماضية، احنا كملنا عليه وقتلناه زي ما حكينا لكم. هلا رايحين لوحش الشجرة. سعادة بشرنا كيف اللعبة معك. والله اللعبة يعني حاليا مش عارف انا شو بدي العب بعديها. كيف رمضان معك؟ ايش راح تقطع رمضان؟ لسه مش لسه، بس يجي رمضان بنغني برمضان. بس على رمضان ان شاء الله يكون رمضان خير على الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب يرجع على الجميع وتكون سنة سعيدة وربنا يتقبل من الجميع بإذن الله. تحس عبود فاهم اللعبة غلط، قاعد بتشعبط بالحصان. والله بصراحة يعني انا بتشعبط حولني. بس يعني من الحركات جميلة هيك. هاي الحركات منيحة لأن نطط لي جليتشات معلم. ما هو ولا دلك. استنى انت هون عند عين الشجرة. هاد يا ولدي، هذا اخذت واحد في اللعبة بالشجرة. لا 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 لا، هذا السعادي. والله كل تعون الشجر غثيثين صراحة. لا لا لا، في واحد غثيث مكان اسدق واحد، يعني كلهم ما كلموني. اتوقع انه هذا المكان هو هذا المكان، المنطقة الدائرة الحمراء صح؟ لا لا مو الحمراء هاي. سعادي فشلتنا قدام الناس. والله احنا هلا بالحلقة السابعة بالمنطقة الثانية تبعت الساحرة. اوكي خلاص كمل. فاحنا هناك قاعدين هسه. يا ببالك ابعد اسلاك. ايوه ما عليك عبود طول عمره ساموراي. ايوه سلاخ واحدة. لولا الدرع اللي حاطه. العب. والله والله سعادة بتعمل مؤثرات. ولدي بالله عليك ما بقدر امنتج، فلا لا تجيب العيد. لا ايوه لا تجيب العيد وتفضحنا قدام الناس. ان شاء الله يا رب الله يعقل يا رب. تهوف فوق. وقف هاي الشجره خلصناها وحش الشجره، هلا راح نروح على القلعه. خلص اوكي. عند رينالا. عند رينالا بس من البدايه راح نمشي فيها ونفتشها منيح. الكتكوت الحلوه انتوا قتلتوها ولا لسه؟ لا لا لسه، هلا بدنا ندخل على رينالا. يلا خش عليها جيد. منطقه حلوه يعني. يب. هون نطور السلاح. سعادة لا تتحمس وتحرق اشي على الناس. لا عارفك هيك فجأة يسلخها. هذا لسه عايش. هو ما حدا حيحكي معك في الموضوع الا عمر. عمر غلبان. عمر بيكون حارق على حاله كل شيء، بس لما نحكي له احنا بزعل. بزعل ولدي لو شنو فيه هذا حيدق فينا. لا تحرقوا علي، بعدين بطلع عارف الموضوع من الاول. كل عارف اكثر منه منك، عارف التفاصيل. عارف كل الزعماء عمر. طبعا هو ما بيعرف انه احنا بنسجل حلقه مع بعض، راح ينصدم. وش بتبيع؟ او اللي عندك دبل منهم هذول؟ الاشياء اللي ما لها فائده بيعها، ليش تخليها؟ لا يا زلمه لا والله اشياء ما لها فائده يا زلمه. انا لو في خشبه ما ببيعهاش. ما شاء الله، ما احنا ما بنفرم يا سعاده، انت بتفرم. لا انا مش دخل التفريم في الموضوع. ما لناش فلوس. احنا ما معنا رونز بالضبط. يعني انا اللي معي. ما شاء الله. كم مره فرمت على هذاك الوحش؟
انو هذاك الوحش بس في وحش واحد في اللعبه فرم على سعاده بالضبط هذه هي الصح والله لا بدي اقعد اسب يا زلمه طلع روحي امبارح اسمع اقسم بالله العظيم انه امبارح جتني حموضه منه الله يقطع شره وشيك شفر شفر اوكي طلع بس هيك عبود طلع المنظر وشوف واستمتع اسمع اسمع جد المكان كثير رهيب يعني هذا من اجمل الاماكن في تاريخ الالعاب بعدين هسه بتفوت بتشوف بتشوف القيات السحره ايهم ايش مسجل شوف طلع الحيوانات طلع بس بيشتغلوا فيه واحد لابس له الدشداش ومدهد روح اخلع ايوان حاطط لي راس ايش حاله هو اوكي هم ما لهم خلق يرسموا كل واحد شكل فلبسوهم كلهم أقنعة هذا بالضبط وهيك طبعا احنا بنلعب على طريقة ال سبيد رن لا مش سبيد رن بس يعني اختصر الأشياء اللي ما لها داعي اختصر الشغلات ما لها داعي هذول ما أسقع دمهم هذول يس عارفين يعني إن مسكك حتى لو كان إيش مكابة ضل يلطخ فيك كفوف لما تقول بكرة العيد والله سعادة مجرب أنت الكفوف أوسخ إشي في اللعبة عارف شو هم الفيران الله يقطع شرهم خاصة لما تنزل بالنص بينهم يعني يعطيك العافية يعني جد يفرموك أسمع والله في مكان يعني مت فيه من الفيران أكثر ما مت فيه من الزعمة شو هاي سعادة بتخاف بالأماكن هاي؟ لا لا بس من ريزيدنت إيفل لا بس ريزيدنت إيفل بس ما أنا عادي يعني ما في يمكن نقصت مرة كنت طالع هيك بإمان الله ما شفت إلا واحد خلعني بوكس وطلع سبيت عليه لما كنت بكرة العيد طبعا ما بعد ما وقعني كمان الكلب طب إحنا عبود أنت فتشت المنطقة منيح هيك؟ غلق تهرب متأكد؟ حسب ذاكرتك طيب خلينا نشوف ذاكرتك يا الفيديو الجاي 10 اشياء نرجع نفتشهم تعال ارجع دير بالك لا بحكي لك الفيديو الجاي راح نحكي 10 اشياء نسيناها في القلعه سحبه دير بالك سمعنا بلد وسمعنا بس مركز بالبوست مركز اكثر منا مستناك تفوت طبعا سعادة بتميز بالضحكة السبيستونية مات نق فيه سعادة شكني والله بصراحة شبتان بيركن شبتان فيه فاليوم مبسوط بصراحة مبين ما شاء الله سعادة عرفت قصة بليد عرفتها منك سيدة يعني بصراحة يلا وحش شاكرين لك لسرد شو رأيك بالفيديوهات والله الفيديوهات جميلة للأمانة يعني أنا فعلا أنك بتسرد القصة بشكل ممتاز وجميل وبصراحة سلس يعني أول مرة بتعملها مش عارف من إمتى صاير هيك يا أخوان طبعا سعادة لأنه في الفيديو بنسجل فالكلام بس جميل لو تشوفوا اللي في الكتابة اللي بعت لي إياها طبعا بين كل مدح ومدح 30 مسبة لا يا زلمة طبعا ولدي شقف دمه الزلمة خلاص اترك خليه يركز بالله عليك خليه يركز مالك مالك ايش اللي ما علي؟ الله يدعس عليك طلع طلع الكلاب كيف راح تحضك؟ يب ولا كنت ولا كنت لك ولا كنت لك احنا نعمل ميوت لسعادة طب في تحت ليش ما تنزل تحت؟ في قطعة تحت صح؟ توقع سعادة انا اللي دلك عليها يعني شو اللي دلني عليه انت اللي دلني هون؟ يا زلمة مو البي اللي سوى لك الجلتش ماشي انا بحكي لك في قطعه تحت شو دخل الجلتش الموضوع ما القطعه من طريق الجلتش طب ماشي 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 شيء ثاني يعني بس خلينا نخلص من هاد وبعدين بنروح للقطعه اللي تحت وحش عبود اجي افوت ساعدك يب نيو جيم كامله خلصتها وانت لسه حبوس الان ولا اسكت ولا انا زلمه بمزمز انت تمزمز عليك سعادة احنا حكينا للناس مين حبيبك المفضل الفيديو الماضي حبيبك المفضل
الماضي رحنا سلمنا عليه وحكينا معاه. جد يعني فضحتوني بالفيديو الجزاء. لا بس هيك عملنا مقدمة عشان نستقبلك الفيديو هذا. ان شاء الله الفيديو القادم راح نستقبل نانسي عجرم. لا يا زلمة نانسي عجرم هذا صادف النظر صراحة. لا لانه يمكن ينزل برمضان فما راح استقبل. انا احلى منها. انا رمضان مطول. انت احلى منها. انت بدون عمليات تجميل صح؟ طبعا انا طبيعي. انت بيور بالضبط. بدك تنزل تحت اخر شيء؟ كاترينج. كاترينج تحت. اوكي اللي ما له فايده. بس ما راح نروح لها. اخذها بس عشان انه نعم نحكي للناس عنها. لا احنا بس عشان نورجي الناس. لا بنحكي للناس بس ما راح نسويها لانه ما لها داعي. ايش في هون؟ متاكد؟ فتشت يعني انت وما لقيت شيء؟ خمس مرات. في قناع يمكن ولا يا زلمه حدهم يحطوا لي شبريل يزهد. قناع يمكن ما له داعي. طيب يا جماعه هاي اذا خليتوها تقتلكم بالهج تبعها انها تحطك جوا الخزانه هاي اللي هي عندها بتنقلكم لمنطقه ثانيه اللي هي منطقه البراكين. احنا راح نروحها بعدين بس هلا احنا نزلنا عشان ناخذ كاترين. اخذته. طيب خلاص كيف بدك تهرب هلا؟ في كمان ايكون. من هون. لا هذا ايكون اظن سميثينغستون. اوه ما لهاش فايده. لوست اش فور هاي اللي بتعمل دوبلكيت. اوكي يس. يا اخي هاي ثقيل الدم بشكل مش طبيعي. صراحه انا ما قتلت بالختمتين يمكن ما قتلت الا واحده. لا قتلت اكثر من مره هيك بصراحه جك. او ثلاث ختمات ما قتلت الا واحده. افتح الكاترينج خلينا نشوفه. ليه اخذ المصعد فوق؟ صح برضو شطارة. مغيرين شكله. يس صار لونج تيل لانه تاليزمان. اول كان كاترينج هلا بطل كاترينج. لونج تيل كان تاليزمان. يب هاي اتوقع اكاديمي سكون. تعرف سعادة شركة فيرست فور فيجر مسوية خواتم لدارك سول. جد. بس غاليين زيادة على اللزوم. يخرب بيتهم حلوين مسوين كاترينج. جداد هذا الحكي جديد الحكي هذا. لا من زمان سووه على دارك سول 1. طبعا هذول السحرة يعني ما في مجال. ما بنصح انه حدا يهرب منهم. وبفضل انه تروح تقتل بسرعة. لانه لو بلشوا سبام سحر ما راح يخلصوا. في طنجرة اتوقع هون. في طنجرة على قولتك. هي يحاول خليه طول ما هو مش شايف. قاعد. الله بده يخبطك خبط يحطك في بطنه. لا خسر الله فرمك فرم دحل عليك دحل معلم. ما شاء الله سعد ارتفع معلق. الله سعد مع الوحوش. ايوه يا شو اللي يقول لي يا زلمه متحمس سعاده. والله شوف لابس شيء من تحت ولا لا. ولا دشداشة براحي. شكله هيك. ابرد. لا يا شيخ. يا اخوان احنا هلا بالطريق للساحرة رنالة. هي ما هو احنا بالطريق لإلها. فالكلب مو تبعها. الكلب تبع زوجها السابق. اللي هو رادغون. لو حكيتوا مع السلحفاء راح يحكي لكم عنهم شو قصتهم. واحنا بالفيديو باليوتيوب شرحنا قصتهم.
فتلاحظ تعال نسأل سعادة شو قصتهم. سعادة متذكر قصتهم؟ لا طبعا. سعادة حضرت الفيديو؟ حضر الفيديو أنا متأكد بس نسي القصة. شغلت لا ما حضرت شغلت بس عشان أجيب مشاهدات. ما شاء الله. طيب أنا بعد الفيديو برد عليك بعد التسجيل. رو لازم تبهدل. طبعا هذا ريد وولف اوف رادغون يعني ميزاته انه بيلعب ماجيك. وحش الايم تبع السمون مش نافع هالمرة. اعطيها طعجة دير بالك. طيب دايرين بالنا هنا. السمن ما بده يتصرف ولا بده يتدخل. حاطه براسه. هاي يتدخل اخيرا. بس كأنه هذا أكبر من اللي بتلاقيه بال لأنه بتلاقي زيه بالعالم. بعرف بس لا يمكن نفس الشيء بس يمكن المكان مغلق عشان هيك تحسه أكبر. ممكن. بعطيك ميموري شو اسمه ميموري ستون. حلو هاي منيحة كثير للماجيك للناس تلعب ماجيك. سعادة ما لعبت ماجيك أنت؟ لا يمكن. جربت هيك تجربة بس حط مع الفاضي ما قول انك جربت سورد في نايت اند فليم. جربت شوي والله يمكن مو كثير. يب لا جربوا شوي حرام. لا والله شوي مو ممتع دي. صراحة لا نهائي والله تحفة بصراحة. اكثر يعني اكثر اشي وديز حلو في هون جولدن سيد. يس في يعني بالعاده بستخدم السلاح المناسب للاعداء يعني الدروع اللي بكون لابسين دروع كثير بستخدم عليهم سيف ثقيل. انت بتغير اسلحتك لما تتحداهم؟ طبعا هلا لانه مثلا في اسلحه هذا المكان خرها. ايش هو بقول لك بالعادة لما بتلعب مع اللي قدامك إذا عنده دروع ثقيلة بستخدم سلاح ثقيل عليهم بكسرهم يعني بعملهم ستان منيح. بس والله أنا شوف بستخدم بليد يعني مثلا آخر فترة بلعب اثنين سيف كتانا. هذا شورت كت. بتلعب اثنين كتانا. اثنين كتانا وخفاف صراحة يعني البلد هاند حطيته بإيد ما ارتحت معه. الحركة ثقيلة بصراحة. والله أنا لعب اثنين كتانا خفاف. أنا أجا خلص جوي أجا بلد هاوند ومسكت السيف خلصت في اللعبة ثلاث مرات. لا وفي شغلة كمان لأني أنا مش كتير رافع الاستامينا فا بدي أضلني خفيف. يمكن بس سطرين عندك الاستامينا. لا كتير قليل الاستامينا عندي. مش عالية الاستامينا عندي بصراحة مش كتير ملفلها. يمكن اتوقع 21 أو 22. سعادة شو رايك في هذا؟ ماسك 5000 قوس. طلع منظري راسك هذا مستحيل تطلع منه مش ماكل لك سهمين ثلاث. يعني الا اذا بتستخدم تحط لك درع. لا لسه الاوسخ منه شو اسمه؟ هذاك اللي بتحسه هذاك اللي تحت هذاك سهم بيطلع من راسك بتحسه باليد. قد الكرة الأرضية السهم لسه الأوسخ منه العمالقة لما بسلخ السهم يا حبيبي طبعا. العمالقة بتقدر تبعد عن السهم تبعهم بس اللي تحت الأرض هذا ما بتقدر. بش هذا بصيدك اسمع بصيدك لو من آخر الدنيا. من عارف ما احنا حنروح بعد للمنطقة اللي تحت الأرض حنروح لها بعد بعد ما نخلص هاي المنطقة. بلش سبام الماجيك الغبي ولا كأنه في اختراع اسمه اف بي عنده. ما فيش مجال عندهم عادي. هذه هاي الحركة بس نرجع
في حركة لساحر أزنك منه الله ما خلق. بديش أحكي بس مكان واجهته كان زينك كبير. طب إذا ما بدك تحكي ما حدنا إيش. لا لا ما بدي أحكي وين يعني. يلا مو مشكلة أي شيء برا المنطقة الثانية لا تحكي. حتى لو بالأولى. والأولى لسه ما خلصتوهاش. خلصنا الأولى والثانية تردش على عبود. بحكو بتقدر تسوي هاي النطة. شوف أي حد فيه وحوش. يلا ما. يلا بفوت. ما يعشرت. 10,000 لا تردش على سعادة خلص اسحب. نط نط نط. رأيي ونحطها. حطها حطها صح. يلا. يلا روح. قول يا رب قول يا رب. يلا 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 الله الله طب طب السفين طب السفين. يلا. طب شو الفايدة تروح وتموت من الوحوش. اثنين ثلاث زبطة. لا سعادة اوفر شوي والله زبطت. ما بقدر احط الدرع على الحفة زبطت. لما نطت فاش سعادة كان بده يعني يموت ما كان كده فوق اسويها. لا مش لهالدرجة. لا مش هالدرجة بالمرة. هو بتعرف ليش؟ عشان تريحني اشوف لانه انا ما نطيتش انا عشان اذا في شيء مستاهل احاول. والله احنا انا ما سويتها. عبود سويتها قبل هيك؟ لا. هاي ها نستكشف مع بعض بالضبط. خلينا نشوف اذا في شيء مستاهل. مش كل شيء ورا الحيط تزبط يعني. كيف تزبط هاي تزبطت؟ احا خلص نط عليه نط عليه واخلعه. وين ورا مكروجه يا نمرود. طلع 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 ماكينه. ما بعرف شو المنطقة هاي. اوكي راح فيها ذا ليجند. وقفت مش عارف ايش. موت الله. في مكان هو يلعب. رافس رافس بل انهبل نبل على الارض كمان برافس. اي شيء هيك. هي اشكال السحرة. نايس اشكال. مشطين على جنب حاطين صورهم على الارض. مطولين ونوصل والكل ليكون بطلعك على نفس المكان اللي فوق. لا 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 له طريق واحد. متأكد؟ المفروض. والله شكله مكان بصراحة شكله لازم نجيه. هسه بدي اطفي معكم واروح انطها. ياب جدا اوكي لا في طريق. لا شوف اذا في شغلة ما انتهت عليها. صندوق. هي صندوق شفت؟ كلها نط بالاخير بتاعي. وين المول خلاص بو يعني شو الحياه اللي حتخليني لازم هاي. لا كروس بو يعني قوس. اوكي اوكي شايفه اللي كلها زعل. هيك رجعنا مطرح ما كنا. لا مكان ثاني. ما بعرف وين هون. لا اتوقع على اليمين هون مو صعب. الحل هيك رجعنا مطرح ما كنا. هاي النطة اللي هلا اخذناها. بس النطة كأنه في طريق يمين كمان. بس شكله فيش فيه. لا والله شكله فيش. يلا عيدها. سعد شو رايك عيدها ولا لا؟ عيدها 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 عيدها. لا اشلح البنطلون تعال ارجع ارجع البنطلون. ما بعرف خليها اخر شيء. كيف هذا وين هذا الافندي؟ انزل هون. كمل شو في هون.
ولا ايش في ارض مكسره في هذا طخني سهل ايوه ابن ما راح تقدر له مع المسافه يعني اكيد ما حد بره جرب انزل شكلها غرفه مسكره سريه فيها سلاح سري زباله غير قابل للاستخدام اوه دير بالك بقتلك في ضربه جا. لا طبعا بس قتلك مره تتذكر كان ضايق يضرب كان ضايق اعطيني رافضه هاي النذر نسوي هلا تبعت ال اوكي منهم معقول بس عشان الراس هو مستاهل الموضوع هو في شركه كرابس ليش تقتل كراب؟ في واحد ثاني شايفه؟ هرب له بعدين واد عرفت انا وين هذا هون بتوصل بالطريق الطبيعي لتحت بتاعي اثنين كراب ما لهم لازمه وايتم انا هون وصلت هاي المكان وصلته بس فوق فهيك لازم نلف اللفه هيك عبود بخلينا نط هالنطه اطبع ايوه لحق عليه بسرعة قبل ما يفعفض طبعا هذا مسجل والله القلعة فيلم اسمع ذكرني هذا نطفه اسمع المكان وانت جاي هيك وهذا هو نهاجم عليك بذكرك بايش سيكيرو ايوان سيكيرو لما يسقعك اياها اللي هو بيجيك طاير من الهواء بيجيك طاير بسفح على الطبق هذاك انتحاري بيجي بيفجر نفسه بقول لك هذاك هو والله ما بشوف الا صفقك اياها تتبلم انت بتقعد هيك دقيقه مش فاهم شو اللي صار في واحد في راس هذا خذين لعب عبيله بدك تنزل تحت جرب 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 عادي اذا لا لا سعادة سعادة مش لا تحلف اموت بدنا نفتش القلعة منيح يا سعادة اوكي هون اسمع فوق التري والله كأنه في اشي يا هي تذكر بدور عليها فوق التري ايون ايون ساخني انزل هون اول ما اذا لمست العنكبوت ما شبك ما بصيدك لا مفتاح مفتاح لايش هو مفتاح ليش الله المشكلة هون في واحد كثير زنخ قوي مين هو؟ هذا اولها بكون زنخ اللي بتخطق اسهم ايوه زنخ هذا لك تنزل له تحت؟ لا لا هون بس خليني اشيل الكراب هذا اول هذا اللي قتلني نايسين مطولين؟ ايه خلاص والله بعض هاد مش قليل الأزعر الله الحمد لله عرفت تقتله عندي عقدة معايا هي لا هي الشغلات الواطية بتغلب هي العبود هي بعرف ورثة رون أرك عليه طب عبود سؤال هذا الكراب اعطاك نفس الراس؟ في انه اكثر من واحد طب نفسه؟ لا 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 اشكال غريبة وبزيدوا وطلع هذا بزيد الديكس والانتليجنس ثلاثة بثلاثة اوكي هذا ما عنديش اياه هذا اللي انت حاطه ما عنديش اياه وهذا بزيد الانتليجنس عندي حوالي ثلاث روس او اربع روس شايف منظري نار صار جزبالة يا رب بس هذا فهد الله اعلم ايش حيصير اسمع حط لك درع
هو لو زلم وحش كبير. يلا فوت عليه صايت ماجيك بس كل هالطريق عشان صايت ماجيك والراس وكمشة شغلات وفي شورت كت هلا. يلا كويس. هذا مو الطريق الرئيسي اصلا. بس في مليون طريق رئيسي من فوق من عند ريد وول. نقطة الكرة هاي اللي طاح تخبطني هلا. بس نفتح الشورت كت. برجلك كبير. يلا اسحب عشان 6000 واحد ينزل عليك. احنا وين؟ تشيرش؟ لا احنا هاي. هاي اللي تبعت ريد وولف. لا احنا وين؟ لا لا هاي 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 البيت. تبعت ريد وولف؟ هاي ريد وولف. اوكي ممتاز احنا من عندها الطريق. يس بس دي ليفل. لانه كثير قريب من عندها على طول بتروح على الرينالا. يس. ورينالا يا رينالا اذا ما رينالا حبيبتي اصلا هي اللي انقذتني انقذت حياتي رينالا اذا ما رينالا قد الجد التاسع عشر تبعتك وهيك صارت حبيبتك ما هو انقذته بالجلتش صح اوكي اللي خلتني اروح على استنى هاي بتزيد ال HP صح هذول بيزيدوا الستاتس بس بيقللوا ال HP كثير اوكي ما هي صحيح لانه زي على نظرية الماجيك بتقوي شيء بتضعف شيء عرفت كيف فامور يلا اطلع اوكي نط في ايتم هون اتوقع في واحدة فيهم ايتم يس يا يساري قام في هذول بتصير عليك كرة بس يعني بتقدر تعملها سكيب بكل سهولة بس في ورا هون هذيك اللي هاي خمسين جد؟ يس فنروح ناخذها ونحط اني اسوي هيك وحش سعد عملت هيك ولا ما قدرت؟ لا فتش ال اكلت الكرة؟ اعترف لا ما اكلتش الكرة بس اكلت الكرة مرة بالشقلوب طلعت من الباب اللي هي خطيتني واقف انا في الدائري زي هيك ما شاء الله مرة زي هيك وقفت هون على الباب انزلت نسيت انه في كرة بتنزل هون واكلتها هريسة يا زين مروه شتك حاله هذا شوف الطشر ولا بيهيل طبعا معه بس هي الواحد واحد كلهم هي الواحد صح انا عارف كلهم هي الواحد عبود بدعي انه في واحد معاه هيلين حركه غبيه انه بيحاول يهيل مره ثانيه ما بعرف ليه يعني هم معدلين كل الذكاء الاصطناعي للوحوش وكثير كثير اذكى من كل العاب السولز الا هاي الشغله اون في شوت قال بهيل قال ايه في شهيل عشان تختصر طريق الكره لا حروح اخذه بس انا بدي اخذه عشان الذي مستعد الذي مفكر انه هذا شوت كات مفيد هو مو مفيد ما ينسى الكره كثير اسهل انا عارف انا صراحه مشيت من طريق الكره من هون هذول اسلخ منهم والله ما خلق هلا بنروح لرينالا يلا يا رينالا من صراحه من اجمل ال لا معنا وقت من اجمل البوسز هيك بتحس طريقه قتالها حلوه مع انه كثير سهله للناس اللي ما بيلعبوا ماجيك 100% وهيك كيوت وصراحه بتحس بالحب الغرام بتجيب حيوان صغير هيك تنين لطيف هو شوف رينالا لو بتلعب ماجيك بتتبهدل وبتحسها اصعب وحش في اللعبه هي عاملينها هيك مفاجاه للناس اللي تحمست وقالت الماجيك دائما اقوى شيء في اللعب في العاب السولز يلا ناخذ ماجيك بتيجي بتروح عندها بتنصدم فوزها خلص منطقتها وروح اللي بعدها بتكتشف انه الماجيك هو اقوى من اللازم هو اوكي بس هم حاطين له كاونتر يعني عرفت حاطين له حاطين الماجيك كم شويه كاونتر في بعض الاماكن بدايه اللعبه احتياط نزل عشان اذا مدة ترجع بسرعه نزلت المصعد حركات اللي بتخسروا كثير بالضبط خبره سالنا طبعا هنختصر الكاتسينز كالعادة لانه شو اسمه يعني اغلب اللي بيحضروا شايفينهم ورينالا راح تشوفوا الفيديو موجود على القناة حكينا عنها قصتها بالكامل
هي من ال 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 رنالة الملكة الحزينة. شايف سعادة انت كان اكبر همومك الوحش مش عارف تفوزه. الحزينة هاي تركها زوجها والطلاب قلبوا عليها وانت قاعد وعبود قاعد يضرب فيها. ما ساعد لا لا بس انا لا وبنتها أنا ماتت كمان. تذكر انا لما تفاجأت في الهيز الثاني بتذكر اموري تمام ايه ولا تلعبني وانا لسه متفاجئ ومكتوب واكلت على وجهي. بس هي سهلة هي اللي بيلعبوا سترينج كثير سهلة. في ناس بيلعبوا سحر قدامها جد بتغلبين يعني حتى لسه اليوم خاص سألت لي كيف تنفاز هاد. تروكيكم بتلعبوا سحر قالوا لي يا بتكون مش عارف ايش قالوا. بتلعب سحر بدك. انا امبارح اصحابي كثير صاروا يجيبوا سمن الناس معهم يساعدوهم. انا اليوم بقول لك لسه شخص سالني وقال لي كيف تنفاز هاي؟ قلت لهم شو بتلعبوا سحر قالوا لي اه. قلت لهم ما بتفوز عليها بسحر يعني ساحره كذا بتفوز عليها بسحر. هي مش ساحره هي ملكه السحره يعني بغض النظر من الفكره مبدا هذا باين. هيا يلا بضيلها 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 يلا والله بتعطي الطيط والنيح 20,000 لأنه المبرز تبع هزبالة سعادة بيحوشهم. لا ليه في توبليكات وما هو بيحوشهم. ما احكي لك ليش لأنه بخاف يكون عليهم تروفي. لا بجيب الأسلحة بس والسحر بتاع شو الفايدة عارف يعني هيك إذا ما راح تستخدمه لا استخدمهم أحسن. ايوه انت تقدر تعمل ريبيرت تعطيها ايتم بتعيد الستاتس تاعونك من الاول وبتقعد اذا سويت اشياء غلط ما لها داعي اشياء انت ما عجبتك بدك تغير البيلد كامل تقدر تسوي هاي الشغلات كلها او تعمل جليتش اذا جبت العيد لقدام تقدر تعمل الجليتش. تعمل جليتش احكوا معنا وبنساعدكم ان شاء الله في الجليتش. ايوه ادخلوا على حساب محمد سعاده. اعطيها ايوه حركه هاي بتعجبني. هو لما يكسر الرونز يكسر الرونز ويدخلها في قلبه. يا الله اشعر بالهيك بالطمانينه والمش عارف شو الطمانينه في الموضوع مش عارف. المهم هيك اشي ذهبي بدخل في قلبي احس بالطاقه ما شاء الله ما علينا. المهم شغلات حلوه بتحس فيها بس. طيب هلا وين طريقنا؟ نبدا من تحت على اليسار من النفق اللي جوا هون في قريه فيها بوس. لا هاي ما بتقدر تروح المنطقه. لا في تحت مبلا. تحت اوكي صح اللي بناخذ منها كمان الميدالية. صح صح سعاده شوف اذا يمكن هذا المكان ما رحته. المكان مهم هذا. هذا المكان خلصته يا زلمه فلفلت اخته مولي فوق. صح صح سعادة بفرم كثير فبرجع للأماكن أكثر من مرة. بتلاقيني بفرم تفريم بقى ما بخليش. لا هسا هي حاطة. تبعت لا أوكي. هذا المكان فيه واحد مختفي متخبي. مدخل من وين أصلاً؟ شو هذا سكارلت؟ بويزن. بويزن. يلا الحصان وحش. الحصان بتحمل. والله بنحرق الحصان بالماجما. جربت. دمجها كثير شيء. ليه ما بتشغل الضاء شريناها؟ ما يحصل. شريتوها على الفاضي. شريتوها على الفاضي يا حسرة. لا بس هو شريناها نجرب بس عبود بحب ال آه
هذا زي ايش هاي؟ انه ابوها قتل كل اللي هم. هاي نيفول نيفالي. زعلانه من ابوها؟ ما بتعرف انه هلا ابوها. لا ما بتعرف انه هو اللي قتلهم ولا ما بت... هلا بالنهايه اخر شيء في بوس بيجي بتعرف اي لافر تضرب النار. حلو. هاي الايتم اللي بدنا نعطيها لرينالا عشان عشان تخلينا نعمل ريبير. في واحد اللي بتحكي معه اللي بيقول لك ما تضربنيش انا بالغلط نقزني قتلته. ما شاء الله عليك اخذت الايتم منه. طيب انا مش عارف متخيل من العيد اللي كنت حتجيبه. بس حاب احكي لك كنت راح تجيب العيد انت. ليه؟ هذا مهم. لا قتلته انا بالاخير. ايوه هاد. بالضبط يا اخوان. هذا هون بيكون متخبي في صندوق كثير مهم وكثير مهم. ايوه هاي الايت. بس هذا اللي اذا بده يساوي زي سعاده ويقتله هذا. لا بس اعطانا اللي بدنا اياه فما حرام نقتله. اتوقع اني ما اخذت الايتم هاي. يلا حلو بتعيد نيو جيم او بتدور على جلتش. لا مش لهالدرجه. ولد لا لا جد شو كثير فايدته مهمه. الايتم هاي مهمه وكثير مو شوي. وين نفالي هاي؟ جيبها. والله ما لقيت على سبب تفر على الفاضي. هيها صح. جيبها عشان نشوف لي الكويست تبعها يعني. بس حتى لو ما جبت دبني لو ما دخلت خلاص لو ما دخلت صار حيكون خلاص ما تيجي. حرقة يا انت اكتل على قدك على قدك الكلاب على قدك. الكلب اصعب من البوس. كثير اصعب. ما خلصوها اسمه نفلي. ما عارف بس نفلي واريا. لاحظت بتقلل دمج الهيد شوت. ما شاء الله في هيد شوت. هذا شكله تبع الاسهم ماشين. شكله بيعطيك هيد شوت. اوكي احكي معها خلينا نشوف ولا لازم ترجع لها؟ اظن يحتاج. وانت تتوقع الاقيها؟ واتذكر بلاقيها بالرام تيبل. الله خلصت المكان هيك؟ يس. ارجع لها يمكن تحكي معها. عامل مصيبة. الله لا يوطن له الزهود. لا انقز واقتلوه وانا مش داري. فكرته بهجم علي قتلته. ما شاء الله عليك. وحش هذا. هذا انا بقدر احكيه بس. ما بتقرا سعادة. ولك قلم ولك فش شفته طلع هجم علي فكرت انه في مكان الناس بتهجم. ولك هو ما بهجم انا مش شايف. في حواليه ناس هنا بتهجم. فرحت قتلته على السريع. لا مش موجود اتوقع بالرام تيبل. يلا كويس. طب ضل اشي هناك بدك تشوفه؟ في جسر ناسي في جسر ثاني يدور. طيب يلا معنا وقت. سعادة كانت استضافة جميلة. حبيب قلبي والله انا بصراحة اكثر اسعد ومبسوط كثير ان شاء الله نكررها باذن الله في فيديوهات قادمه. ان شاء الله. لا خير عليك.
مش أنا اللي حكيت. استخدم صوت واطي عشان لا تطلع. بس خلصت منطقة. يلا ممتاز. شوف هي كمان مناطق في هاي هذا المكان. ضايل اللي فوق صح؟ اللي فوقنا بالضبط. و بعد بدنا نبلش على اليسار. وهيك في واحد برن علينا قاعد. علي وعليك. بس لا تحكي له خليه يتفاجئ بالفيديو بعدين. بدك تشيله خلص راح تشيله اخر شيء صح؟ ايش هو؟ لسه بتسجل قاعد انت يعتبر. لا لا لسه طايل 10 دقائق. يعني خلينا نكمل. انت بدك ترد؟ كان فضحتنا. لا لا. عمر من الفيديو هاي بحكي لك انه شفت شفتك وانت بترن علينا. وهي فصلت عليك. بس تشوف الفيديو بتعرف ليش فصلت عليك. هلا ما راح احكي. ايوه بالضبط. ان شاء الله ما يسب علينا. هسه بسب علينا. طبعا هو ما بسب علي بس بيعرف انك فاضي فبسب عليك. التنانين لهم وقتهم في اللعبة. شو وقتهم؟ هذا مهم وقته اصلا. ايش؟ هذا مهم وقته. مهم؟ ولا لا؟ يعني مهم مش مهم ترجع له باي وقت بعدين عادي يعني. خلص اوكي. هو في هيك لحظة في اللعبة انت بتصير تدور على تنانين تقعد تتسلى عليهم. شوف الشكل هاي في اللعبة. هذا الخفاش اللي بيغني؟ لا هذيك هيك لا شعر. زعادة عارف هذا المكان صح؟ ياب. اللي قدامي. كان اتوقع اني حافظه. مكان الجلتش. مكان الجلتش بالضبط. ايش في هون؟ في اولا هنا بالضبط في دائره في رينج اتوقع كمان و في بوس طبعا. شجره كالعاده. اي مكان في شجره في بوس في بالزاويه. انزل لتحت بالزاويه على زاويه الجبل في رينج كمان تنزل على زعيم. وفي هون هذا بيت وهون. بس هذا اللي حاليا. يلا روح عليهم. سبيد رون. لا ما بتفرق. بلا ما بدي بسرعة حسبوها توان السبيد رون. تأكد؟ يس. كأنه فرق 1.2 كل مش عارف. خليهم ياكلوا هو. ورف. درجن يا حبيبي درجن درجن. هو في بوس كمان. هذا كان من الخطة. هذا حكيت لك. تقدر له ولا؟ جرب. اسمه كوكو. بدي أعمل لك كوكو على آخر. كمية البوكس اللي عندي فوق عليه. لا حظر. ادعس. ممكن اوقف. ايوه. استخبى بين رجليه. طول حق عليه هو. ليش حافي؟ يعني مغطي راسه وكاشف رجليه. صمت يلا نبلش. والله لاحق فيك. لا بيلعب كريكت الاخ. لاحظت. طيب هيك بجيب لك و دعس عليه ولا بدعس. يلا 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 طلع قلب على ظهره زي الواحد. قلب ايش حكى؟ قلب على ظهره. الله المكان كثير حلو. سعادة وصلت. سعادة بالطريق. قعدت عليه كمان بلا قافية. سعادة سعادة غير مستمتعين في استضافتك. واخر مرة قلت لك. معلش يا اخوان سعادة من الرصيفة. السكان الاردن بيعرفوا الرصيفة. حط عليه فراح يقدروا لما تقول رصيفة ولا. على راسي والله جميعا. بس هم لسانهم هيك حلو كثير. يلا
هيك انفيد في ال... لا يكون هذا نفسه كان المرض نسينا له. يلا كويس فرصة تفوز انفيد من اول مرة. لازم تحكي هو مو مرض. لا 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 تحكي. اوكي ما لحق ما لحقش شبريري بالك حي شبريري كله شكله هاي تاعت شبريري هاي يمكن ضافوها جديد من ال من ام بي سي الجداد اللي ضافوه من الباتشز لاني ما شفتها قبل هيك انا شفت الجريب من بلد اوكي الايتم انا بتذكر مرت علي بس الام بي سي نفسها ما مرت علي إيه ما بعرف يمكن جديد يمكن لا عاد انا كنت اسحب على اغلب الام بي سي او يجي راحوا راحوا فجأة سعادة كنت تسوي لهم مهماتهم ولا انت اصلا مش فاهم شو بدهم لا في ايش عملت لهم في ايش سحبت عليهم صراحة مش فاضيلهم يعني في صوت حدا بنادي انا هذه الدنجن يلا نشوف شطارتك معك 5 دقائق تخلصها بس ما تكون كاتاكومب للمرة الألف كاتاكومب ريح كبير بس ريحنا شوي عليها ما بدك تحط السورس طب ريح خلاص تيس عبود حافظ هاي ما شاهد انسني اه ما انحسبتها صفحة شوفهم رايح يصاب بس الحمد لله صدحت وجهك صقح لاحقك اخذت الايتم هاي البكاري سولجر اشز اشي ما له اي فايدة بس اخدته ما له مهم اخدته حل من اي وين صار الطريق؟ انا قاعد ارجع لانه الطريق هناك مسدود يمكن يدلون ما شاء الله الا تفدي الحلاوه دي سعاده مش سامعينك احنا صوتك صار بعيد والله انا صوتي مش بعيد بس قلبت لا بس بحاول اركز بالدنجن لان شكلي مش واصل اوه ذكرته زعيم اوكي معنا هذا انا مو واصله ولا انت سعاده واصله شكلك هيك بقول لك ركزت كانه ما بتدمج لحظة ولا ضربة ولا اشي بعرف لا لا اوكي البوس مش هاد صح صح انت قصدك على السطر اللي تحت ما كسرت ولا اقطع هاي اسمع هاي غثتني عارف امتى بس خلص كان حيجيب الماسك درع الاسود ايش سعادة؟ انا غثتني هاي في دنجن بتطلع سكين كينج لا جاد سكين بتجيب 2 منهم ياس مو مع بعض نفسه مش مع بعض بس خلصنا الدنجن شو عطتك طيب بالله ما انتبهت شو عطتك؟ اشو زفور ما لهاش لازمة اشو فور ما لهاش لازمة سوري مو اشو فور سبيريت ما لها لازمة يعني نابو سبيريت بعد ما عملوا نيرف لانهم كثير بدك تنهي هون؟ اتوقع انه خلصنا شو ضايل علينا؟ خلينا نشوف في بوس؟ في بوس شجره في تاور بس ونخلص هذا المكان بعدها افتح الخريطه انا ما بعرف ليش بتشيلها بسرعه تحت هاي ما بنقدر تحت هاي ما بنقدر هلا كمل من شيل العلامه عن هذا خلص فزنا كمل من هاي وفوق بنكمل من هاي وفوق هون عندنا اوكي التليبورت تبعت سعاده صح منطقه سعاده هاي وفوق في
اللي هي منطقة الرونز وبعد القلعة هاي الكبيرة. هاي فيها بوس في منطقة راني بس. ممتاز بالضبط. معناها هيك وصلنا لنهاية المقطع. سعد ان شاء الله حتكون معنا في مقاطع جاية ان شاء الله سيدي. انا واستمتعنا في وجودك في الضحكة المميزة. والله انا حتى كتير انبسطت. وبس مرة ثانية جيبوا لنا اشي ناكله يعني شوكولاتة شيبس. شباب احنا بننهي الحلقة وححط لكم اكاونت. اقترحوا ضيف جديد. اقترحوا لنا ضيف جديد صح. وححط لكم اكاونت سعادة تحت اذا بدكم تسووا له بلوك. لا يا زلمة مش هالدرجة. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاي. مع السلامة. مع السلامة.